السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنرسم زيت النهاردة تاني، هنرسم زهرة جميلة في غيط جميل كده. اللي احنا هنستعمله دلوقتي ألوان زيت برضو، وهنستعمل الأبيض السنيدون. زي ما انتوا عارفين ان الأبيض خلص، عمال ننزل ان شاء الله اشتري أبيض تاني. هنشتغل النهاردة على لوحة ميستروتكس، هي لوحة خشب، شاسيه خشب اهي مشدود، انا اللي شداه بالمسامير كده. وده قماش اسمه دمور، ده قماش اسمه دمور، شد عليه ودهناه سنيتون، واخد طبقة اللي هو المطفي مش لامع طبعا. دي طبقة واحدة، دي طبقة واحدة بس. وهنبدأ نشتغل. أول حاجة هنبدأ السما، لأن احنا محتاجين السما. معلش ايديا شكلها جميل كده، يفتح النفس بصراحة. السما اهي، انا بقالي كام يوم محتلية ترابيزة السفرة، احنا كده كده مبناكلش عليها حاليا، ف يعني احتلتها كده زي ما تكون ايه، خلاص الحاجة اللي عليها خلاص. انا قلت هحط حاجتي، يبقى هحط حاجتي. اهو يومين كده اشتغل عليها، وبعد كده هرجع تاني مش هشتغل زيت ولا كده، لان شغل الزيت ده بيبهدل الدنيا معايا بصراحة. زي ما انتوا شايفين، ما تستغربوش ابيض على ابيض، هو الابيض عشان حاجة. يعني الابيض بندي الاول، بنفرش الابيض، وبعد كده هندي الالوان اللي احنا عايزينها بمنتهى السهولة، بس عشان السما تبقى اغلبها لون ابيض. اللون الابيض اللي معايا السنيتون ده زي ما شفتوا المرة اللي فاتت كده، كان عامل زي الجبنة مجمد، فعشان افككه من بعضه اضطريت احط عليه تينر او نفط معدني او جاز. بس اللي انا قايله للراجل انا عايزه نفط معدني، بس بيدهوني شبه الجاز كده، بس يعني شكله ابن ناس يعني في العلبة دي زي ما انتوا شايفين. يا خلصت، بس يعني مفيش، يعني ده الشعاع بتاع البكرة المناديل، لان هي دي بقى اللي انا بمسح فيها ايديا كل شوية. انا ما استعملتش الملونات دي على فكرة، يعني في الرسمة اللي فاتت واللي قبلها ما استعملتش الملونات دي، ما استعملت الوان زيت كده زي ما اتفقنا. زي ما انتوا شايفين كده بندي الخلفية البيضة، هي مش خلفية بيضة بس هي دلوقتي هتتغير. نجيب الازرق، في عندنا درجتين من الازرق، في الازرق ده وفي ازرق واحد تاني غامق جدا، بس اللي انا محتاجاه مش ده الغامق، انا محتاجه الفاتح شويه. طبعا زي ما قلت لكم امبارح، صح ده انا مسحت الفيديو. بصوا هنحط بسيط جدا عشان ندي بس احساس السما. هو ده مش الازرق المطلوب مؤقتا، بس ايه عبال ما نشتري واحد تاني. انتوا شايفينه قليل، بس دلوقتي لما يتحط عليه الابيض هتشوف ان هو كتير. بسم الله، اشتغل بقى كده شغل نقاشين. ده بقى شغل نقاشين اللي هو رايح جاي ده. مشكلة السنتون ده اللي باظ مني، مش باظ مني، هو صلاحيته انتهت تقريبا، هو بقى له سنتين او اكتر من ساعه ما كنا مبيضين، ف كلكع كده وبقى جامد. فانا لما حطيت عليه النفط المعدني ده هيخليه ياخد وقت شويه عبال ما ينشف، مش هينشف بسهوله. مش هبقول لكم اللون هيبقى كتير، اهو فعلا اللون كتير، لان السما دي بتبقى قويه، يعني بتبقى فاتحة، عشان تبقى فاتحة قوي توصل لدرجة الفتحان اللي احنا عايزينه زي ما انتوا شايفين. واهم شيء الفرشة تبقى ناعمة، الريشة بتاعتنا تبقى ناعمة. لو الريشة خشنة هتسيب خطوط، الخطوط دي دلوقتي هتروح. اللبن ده بالنسبة لنا يعتبر بطانة. هنفضل ندي ابيض كتير كده، لو شفنا حته مكلكعه بنشيلها على طول ما نستناش، لانها هتبوظ اللوحه، هتخلي قيمتها حتى لو فكرت ابيعها هتخلي قيمتها تبقى اقل. المفروض ان انا محترفه زيت، يعني اشتغلت على الزيت ده من سنين. رجعت تاني اشتغل زيت زي ما انا وعدتكم، انا بحب شغل الزيت جدا، بيدي الحاجه قيمه كده. حتى لو تلاحظوا ان زمان الفنانين الكبار ما كانش فيه غير الزيت ده اللي كان بيرسموا بيه، اللي هو فنانين عصر النهضة زي مايكل انجلو ورافائيل، مش بتوع النينجا، اللي هم الحقيقيين
كانوا بيرسموا بالزيت، واغلبهم كان نحاتين كمان، يعني كان رسام وكان نحات زي مايكل انجلو. السماعين بتخرفش ازاي؟ عشان لسه البطانة اللي تحت دي. بس احنا مش هنحط هنا السما، احنا هنخلي السما من فوق بس، وتحت هنعمل الزرع. هنبدأ في الزرع على طول، انا مش عايزة الفيديو طول شوية وارجع له. هنحط اللون الاخضر زي ما انتم شايفين كده، حطيت الاخضر. اغسل الفرشة اهم شيء، مينفعش نحط نفس اللون كده. اغسل الفرشة كويس جدا. بصوا كأننا بنقلب شاي فعلا، زي ما تبصوش على ايدي، ما تبصوش على ايدي، بصوا على الكوباية. ماشي تمام كده، تمام كده. هنشفها في حتة قماشة قديمة، ما ينفعش طبعا مناديل ورق. استعملت الاخضر الفاتح والاخضر الغامق علشان الخلفية بتاعة اللوحة، وانا محتاجة كده، مش محتاجة اكتر من كده زي ما انتوا شايفين. هناخد نقطة كده كل دي الخلفية بتاعة اللوحة، كل دي تعتبر لسه الأرضية أو الخلفية. زي ما قلت لكم الفرش بتبوظ من الوان الزيت، فنصيحه اللي هيستعمل زيت ما يجيبش فرش غاليه من سمير وعلي او من اي مكتبه كبيره. الفرش الغاليه اللي هي الواحده مثلا ب 70 80 جنيه او كده، خساره بصراحه لانها ممكن تبوظ في لوحه. بس الحمد لله انا بحافظ على حكسي، يعني انا جايبه دي من عند الموان زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، تقريبا ب 7 جنيه 8 جنيه حاجه زي كده، مش غاليه يعني. فهو ده المطلوب. احنا محتاجين اخضر تاني، هحط من الاخضر الزرعي الفاتح. اهم شيء نغطي الالوان لانها بتنشف بسرعة جدا. حيث بقى التوفير والاقتصاد والحاجات دي في ادوات والخامات بتاعت الفنون، الخامات غالية على فكرة. يعني اللي حابب الرسم او حابب يتعلم الرسم يعني يكون اقتصادي على قد ما يقدر، ما يهدرش في الخامات. النهاردة مش هتستعمل الخامة دي، هتستعملها بكرة. هننتظرها شوية عشان اللون لسه طري تنشف قبل ما نحط عليها لون تاني. ممكن نستناها كده مثلا ربع ساعة تلت ساعة، عمل بس اللون لما ينشف شوية، عشان مش هينفع احط عليه لون تاني. شوية واجيلكم. حطيت اللون الاصفر زي ما انتوا شايفين كده، ظهر الدوار الشمس.
يلي هبوز من هنا كده شوية. هي مش بتبقى ورقة واحدة، بيبقى ليها كذا ورقة، ليها كذا طبقة. اللون الأصفر ده مش هرميه. بصوا هعمل بيه ايه. هنعمل زهرات تاني هنا، بس المفروض ان الزهرات دي بعيدة. احمد مشغل توم وجيري، يا رب ما يجيليش حقوق طبع ونشر. بس بقالي زمان ما شفتش توم وجيري، عايزه اخلص اللوحه واجي اغلس عليه عشان اتفرج معاه. بس طبعا انا مش هقول له حاجه بقى ان انا اتفرج معاه بقى، المفروض ان انا ماما كبيره بقى وكده. والله ولا تفرق لا كبيره ولا صغيره. ده مش اللون النهائي ليها زي ما انتوا شايفين كده. اهم شيء بس تبقى شبه مدور، اهم شيء تبقى بس مدورة. شوية وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده حطيت اللون الاحمر، اللون البرتقاني في النص كده عشان ادي تقسيم شويه. معلش ده بتاع الانابيب، ادي تقسيم شويه للورده زي ما هي موجوده في الطبيعه كده. والمفروض هنحط اخضر في النص هنا شويه، بس انا مستنيه بس ثواني ينشف. بدات اعمل في الصاج بتاعت النبات، بعمل الورق الشجره. معلش مش بعرف اصور كتير عشان ببقى ماسكه التليفون، عايزه اركز بصراحه، مش ببقى عارفه امسك التليفون واصور في وقت واحد. ده الاخضر الغامق، هنحط اخضر فاتح تاني، ممكن نفتح بالاصفر او نحط الاخضر الفاتح. عشان نظهر ان اللون يبقى فاتح وغامق في وقت واحد، الغامق جنب الفاتح بيظهر الفاتح، والغامق كمان بيبقى ظاهر، بس الفاتح بيظهر اكتر لما بنحط جنبه غامق. الالوان الزيت دي انا مش عارفه والله تمنها كام لانها مش من هنا. انا لما كنت بشتري الالوان الزيت كنت بشتري بالانبوبه زي ما قلت لكم قبل كده. الانبوبه كانت الواحده اخر مره اشتريتها كانت تقريبا ب10 جنيه ونص او حاجه زي كده، كان اسمها ستوديو، كنت جايبها من الفجاله برضو. فمش عارفه والله دلوقتي الالوان بقت بكام، لان انا ناويه ان شاء الله اشتري الوان تاني. وحشني شغل الزيت، بقالي زمان ما اشتغلت الزيت، فبإذن الله إن شاء الله عن قريب هنزل أشتري. إحنا حطينا غامق، هنحط برضو فاتح، مش هينفع نسيب فراغات كده زي ما انتوا شايفين. مفيش حاجة اسمها فراغات في الرسم، لا فراغات في النحت ولا في الرسم التصوير، ده بالنسبة لنا اسمه تصوير. مفيش حاجة اسمها فراغات في النص، مفيش الكلام ده.
زي ما انتوا شايفين كده، اشتغل فيها شوية وارجع لكم تاني. وما زال العمل مستمر. كده بقى الحمد لله خلصت لوحتنا. اكتر من كده هعك الدنيا بقى. انا كده خلاص تعبت. اشوفكم على خير. فيديو جديد. اللوحة دي خدت مني تقريبا وقت رسم بس حوالي ساعتين، فمش هقدر اكمل اكتر من كده. بدل ما اعك فيها حاجة ممكن تلاقي تطلع في الاخر عفريت، فخليها وردة احسن. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.